انت كنت الجيل الاول اللي خد مؤهلات عليا ورجع البلد لاهل البلد. حضرتك خريج سنه كام؟ 1960 معهد معلمين اسكندريه. ايوه. ورجعتوا بقى اشتغلتوا في المدارس اللي موجوده في سيوه، في المدارس. ومن زمان في الطريقه او مجموعه الفقراء، هو كان والدي الله يرحمه الشيخ طريقه. الشيخ طريقه هو شيخ قبيله وشيخ طريقه برضه اثنين يعني اثنين. وانت ايضا شيخ قبيله. نهلت هذا المنهج. بتكمل المسيره. المسيره شيخ قبيله ايه؟ قبيله الزناين. الزناين هي اكبر قبيله في سيوه. وعلاقتك بالصوفيه من وانت صغير؟ من وانا صغير رضعتها مع حليب امي من يوم ما اتولدت. فانا محب للصوفيه ومحب للطريقه، واخد بالك؟ وانا بدعو ليل نهار للطريقه. والناس لو في ناس طبعا كلهم عارفين، ناس معارضين، بقول لهم تعالوا نتحاور. نتحاور يا يقنع يا يقنع. ده المعارضين دول اللي ظهروا في الاخر، اخيرا في السنوات الاخيره. طب خلينا ابدا معاك الاول واسالك فضل. يعني ايه الفقراء اصلا؟ الناس الفقراء الى الله سبحانه وتعالى. الناس. وبعدين الطريقه عندنا احنا الطريقه مثل بنقولوه، الفقير كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف شاء. وهي الطريقة اسمها ايه؟ الطريقة المدنية الشاذولية. المدنية الشاذولية نسبة إلى الشيخ، لأن الشيخ أصلا كان من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. لكن الغريب بالنسبة لي إن الطريقة ملهاش هنا مقامات. أيوه. ومع ذلك ليها تواجد كبير بين الناس. تمام. وتواجد تاريخي صحيح. كمان. احنا الطريقة بتاعتنا أصلا لا تعتمد على المقامات. احنا بنعتمد على العقيدة أن الله واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ ما هو إلا طريق إلى الله. طب قل لي الطريقة دي دخلت سيوة سنة كام؟ الطريقة دي دخلت سيوة سنة 1285 هجرية. أنا سلوحي لحي ناري انت بنسميها شيخ طريقة ولا خادم ولا؟ انا خادم طريقة. خادم طريقة. خادم طريقة. في عندكم بتسموه المقادم. مقاديم. القدوة. اللي هو ده الرئيس. الرئيس. المقاديم هم اعوانه. اعوانه هم الاعضاء. اللي هم اعضاء. مجلس الشورى. مجلس الشورى. مجلس الشورى. وهم لهم الرأي في اختيار. ايوه كل الخادم حاجة. ايضا. في اي امر. لازم القدوة يجمعهم ويعرض لهم الامر ويستشيروا لغاية ما يوصلوا كلهم على رأي واحد يوافق عليه وينفذ.